هلو ممكن اول مره تشوفونا احتمال كبير تكون اول مره تشوفونا احنا دي اف اف انا اسامه ابو العينين وانا نرمين سعيد and we are diary of fluffy food مصر ايطاليا properties challenged us ان احنا we create وصفه using three secret ingredients اللي هما برتقال و جزر و باستا exactly ف what goes very well مع الباستا والجزر بولونيز بولونيز فقررنا نعمل ريجاتوني او سباجيتي باستا بولونيز صرنا مش عارفين ايه هي الباستا بالاورنج تويست ف ستي تيوند بس خلاص كده اوكي باي